شيله إهداء إلى بشائر وشهد. أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي، يوم التخرج أرسل أبيات والحان تشرح لهم في فرحهم كيف حالي. أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي، يوم التخرج أرسل أبيات والحان تشرح لهم في فرحهم كيف حالي. بشائر البشرى بها طول الزمان تملى فؤادي سعدي يرتاح بالي. هلا الكرم والجود والطيب الحقوق محفوظة. أفراح العروسين لطلب دون حقوق يرجى الإحصار على جوال 0-5-3-3-4-8-0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 -
وله اعتلت دون حسبان. للصعب قالت ما لخافك مجالي، هب العزم والجهد فيك من ميدان، تضرب لكل الناس اروع مثالي. شهدت تفوق التغاني والايمان، بهداغها تشمخ شموخ الجبال. أفراح العروسي لطلب دون حب يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-2-1 للاتصال من خارج المملكة 00-9-6-5-3-3-4-8-0-2-1. الله يحفظكم لنا طول الزمان، يا نور نقهر به سواد الليالي، وتكون فرحتكم لنا دوم عنوان، وتحوطنا من يمين وشمالي. أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي. يوم التخرج أرسل أبيات والحان تشرح لهم في أفراح العروسي لطلب دون حب يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-0-2-1 إن الجميع اليوم فالحفل سالي، من الجامعة متخرجة دون نقصان، في جهدها المشهود أول وتالي. بالعلم يرقى كل واحد ويزدان، يصل بقدره فوق حد الخيالي. وشهد للقمة اعتلت دون حسبان، للصعب قالت ما لخافك مجالي. في بالعزم والجهد فيك الميدان، أفراح العروسي لطلب دون حب يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-0-2-1 جاها يبارك كل من كان غالي. احمد ابوهم والنعم خير انسان، دايم يشجعهم لنيل المعالي. الله يحفظكم لنا طول الزمان، يا نور نقهر به سواد الليالي. وتكون أفراح العروسي لطلب دون حب يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-3-4-8-0-2-1 للاتصال من خارج المملكة 00-966-5-3-3-3-4-8-0-2-1